بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر سيادتك جدا على إتاحة هذه الفرصة للقاء في هذا التوقيت وبهذه الصراحة. هي بعد العرض التفصيلي اللي حضرتك تفضلت به، أنا متفائل جدا وسعيد جدا، وأتمنى فعلا أن احنا نلتقي كل شهر حتى لا تكون هناك مسافة بين الحكومة وشغلها وبين الإعلام اللي هو بيوصل الحقائق للناس. عندي ثلاث ملاحظات بسيطة. الملاحظة الأولى، وأتمنى تتفق سيادتك معي فيها، أنه الدولة لها استراتيجية والحكومة لها استراتيجيات واضحة في كل الملفات. يعني في استراتيجية للاستثمار، استراتيجية للتصدير، استراتيجية 2030 إلى آخره. لكن اتضح خلال الأيام القليلة الماضية من عمل الوزراء الجدد أنه كل وزير بيخرج بيقول استراتيجيتي لتطوير السياحة، استراتيجية الوزارة للتعليم. أعتقد أنه هي استراتيجية حكومة ودولة وليست استراتيجية وزير. فيعني دي برضو محتاجة من حضرتك توضيح. النقطة الثانية، أنه بسأل سيادتك على مستقبل القطاع العام، الأعمال العام في ظل وثيقة ملكية الدولة، وما يمكن أن يقوم به دور به صندوق مصر السيادي. رسائل سريعة، عايز أطمن من سيادتك على المرحلة الثانية من حياة كريمة ومستقبل التحول الرقمي، لأنه إحنا بننسى التحول الرقمي، لأنه الهند لما استضافت مجموعة الـ20 السنة اللي فاتت كان العنوان العريض للقمة في G20 هو التحول الرقمي، ومش عايزين ننسى، عايزين نحطه كاستراتيجية ونكون كلنا عارفينها إحنا فين ورايحين فين، نحط خطة. أيضا بسأل سيادتك إنجاز إن حضرتك تجاوبني، ودي مسألة أمن قومي عن الأمن المائي واتفاقية عن تيبي، وبشكر سيادتك جدا مرة أخرى. حضرتك سألت حوالي 7